يا الله مساء خير يا الله. السلام عليكم. سلام عليكم. شلونك الجار؟ هلا حياك الله. كيف حالك؟ مرحبا. اهلا وسهلا. عسى امورك طيبه اليوم؟ لا اموري طيبه الحمد لله ابشرك. اي والله. شوف في علاج جديد قدامك. طلعت عندك مشاكل؟ يا لا 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 والله التحليل طلع. بس فيتامين دال ناقص عندي بالله. وانا اشوف يا ولد يعني وضعك متغير فتره غيره. طلع فيتامين دال ناقص. هو فيتامين دال قال لي قالوا لي لازم تسوي حميه عن بعض الاشياء. اللحم فاست فود. الفاست فود الحلا. طيب مثلا يعني لا قدر الله صلى على النبي يعني رزقتك ورزقة عيالك لو يجيك اعلان مطعم فاست فود صحتك أولى. يعني صادق بس برضه يعني لا بس يعني صل على النبي اسمع قل الله يعني برضه باب رزق يعني حرام يعني بس يعني حسب المبلغ ضعف. لا والله يعني لا ها لا لا والله من جد شو يعني حمي بس يعني الله يوفقك يعني قالوا لي لا تتجاوز ايش كم كذا عشان ما تخش في مرحلة صعبة. ايه الحمد لله. لا اموري تمام انا. الله يوفقك. بس اللهم الناقص يعني الدال. حلو حلو. ايه لا لا ان شاء الله امورك طيبه. لا ان شاء الله. دعواتكم لي يا اخوان. الله يشفيك. يا ابو يشفيك. الله يشفيك. ايش فيك انت؟ الله ياجل بشفائك عاجل غير عاجل. صحه وعافيه يا ابن الحلال ايش بك انت؟ الله يشفيك. لا تمرضني. الله يشفيك ان شاء الله. شفاء عاجل. انت كمان. انا ما فيني شيء الحمد لله. اي والله الله يشفيك بس. امين ان شاء الله. اي والله ان كان فيك بلد. خلاص يعني ما في صغيرون والله خلاص الصحة ما في فاست فود والله الصحة بعلمك ما عاد في مطبق على الصبح ما في أي حاجة معصوب ملكي مع قشطة ما في بسكيت اللي حاطة هناك واللي حاطة هنا كله بشيله اللي وين يا ودش تصحى على بسكوت نام على بسكوت هذا أنت قلت لك كم مرة هذا شيء مو زين والله خلاص يا أخوان يقوم يفك ريقه بسكوت سكر هذه المصيبة مصيبة هذه قلت انت مصيبة بس نادر انت ها سوي هنا بس والله بس ايش سوي ايش طيب. سوي كبدة لا شكشوكة لا بيض عيون لا المقلقل لا التونة مع الجبن مع البصل المقلقل مع الجبن السايل لا ايش شايفك زين ساعدك اللحسه 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 يا ويلك مشينا طيب طيب خلنا نعطيها تقفيل اخر يوم اليوم اخر يوم خلاص ختاميه مسك والله اي والله بعدها خلاص ما ادري خروف مشوي اليوم ختاميه بعدها خلاص توبه اوه مع العسل مع العسل مع الطحينه صلاه رب مع الدقوس يوه مشينا يلا يلا مشينا الله يعافيك يا ابو فهد انت اليوم ايش قلت لي قلت حختبر نفسي صح شوف العلبه اصليه ولا لا شوف شيك شيك خذها وانا مبارك هاخذها وانا مبارك صدقني شوف قل الله هي شوف شوف ركز في الشكل شيطان انت شيطان ركز في الشكل نحاول اخر عنك ذنبك ذنبك جنبك جنبك المفروض انت تعزز لي اسمع انا بعززك قل الله قل اليوم لا هذا لا الله اليوم هذا ايه لا يا حبيب يمت. كل كل سمب الرحمن كل انت ما ايه ما شيكت صح ما رحت المختبر انا بروح المختبر بجي بس اسمع تعبي لهم انت سكريات شوف المنظر روح شوف 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 ما اقدر ما اقدر لا لا تضعف ما اقدر اضعف المره دي ضعيف انت حلا طيب جرب والله ضعيف يلا يلا ها ها لا ما يا مسلم ما هذا كيف يفهم صدقني يا اخي لا تخربني بتندم قاعد تخربني لا خلاص انا من اليوم اليوم انا زبطت وقت خذ لك حبه وداكي قهوه حبه من ضراتك يا رجال حبه شوف كيف جايه والله العظيم تسمع يبلع حلا ما حبه مش حظه والله الدس براسك بس وخر
يا ولد كل 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 كيف كملها طيب والله بكيفك كملها وردك انا بكملها اي خذها معك روح كيفك ما تبي اكيد لا ما ابغى شيء يا ولد خلاص انا شفتني اكل حلا ولا اقطع يدي خذها يا مام واحدة اي حقت يومين خذها ولك 500 خذها ولك 500 والله اي والله سبايكي 500 ريال والله ما ابغى 500 ريال 500 ريال الان قدام الناس وقدام الملا شاهدي والله 500 ريال ها على واحده ترى لا والله لو تاكل ثنتين لا والله تاكل ثنتين لا لا هي على واحده كم يعني 500 ريال على واحده 250 الحبه لا اله الا الله اسمع شوف هذا ورق عنب لا هذا بقلاوة اه بقلاوة 700 بقلاوة 750 750 1000 ريال مش حزود ريال لا والله خلاص 1000 ريال على الحبة انت صل 1000 ريال على الحبة اليوم لسه ما اكتمل ما كمل 24 ساعة النصيحة اللي جا اللي جاتني يمكن ريحة تخرب لي ماشي يلا 1000 ريال لا يا والله 1000 ريال والله انا ضعيف عند الحلا والله ما شفتك والله ضعيف الى الان والله ضعيف طيب أقول لك شيء أنت في أحد داعي لك اليوم ليش؟ والله العظيم لأني ناوي أعطيك 1000 ريال يمني بالله؟ إي والله في أحد داعي لك كنت حتخسر إرادتك وإصرارك ودراهم لو زودت 5000 شلون؟ لو زودت لو زودت 5000 يعني 5000 ريال يمني كم تطلع؟ يمكن 700 ريال أو 1000 ريال 700 ريال طب حلوة تقريبا طب حلوة زيد لا بسم الله لا تبي ولا هذا العرض الموجود خذ واحدة وأنا بديك 550 ألف يلا 50 ألف إيش 50 ألف يلا بلا عدد 50 ألف إيش 50 ألف ربية ربية لا آه يا شيخ بدون ربية آه بلاش كل يا حبيبي عبي عبي سكريات شاي اسمع بكرة والله خلينا نروح مختبر مع القهوة خلينا نروح مختبر بكرة لا إيه إن شاء الله هذا ما يفهم ده يعني جاء عرض مغري يا اخوان خلاصات دومينوز جدا كثيره وجدا لذيذه يا جماعه الخير بس انا خلطتي الخاصه الراج الكلاسيكيه وصوص الدايت هذا ايش فيه؟ لا يكون تعاطى شيء ولا